السلام عليكم، شخباركم؟ اخباركم؟ شلونكم؟ اهلا وسهلا الى استغفر الله، اهلا وسهلا الى غرفتي. الحمد لله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ في هذه فيديو انا سوف اتكلم فقط باللغه العربيه، لان انا اعرف شوي، بس انا اريد ان استخدم لغتي. اهلا وسهلا اذا انت او انتي جديد. انا اسمي ايميلي، عمري الحين 24 سنة، الحمد لله يا رب. أنا أمريكية من أصل أمريكا، درست اللغة العربية في قطر في الخليج. أنا أحب قطر وايد بسبب هذا خبرة في حياتي. أنا أجلس فوق مكتبي وأنا في غرفتي في أمريكا. أوه، هناك نار. هلا والله، هلا. عندي بخور وايد جيد. أنا أحب بخور لأن أظن شخص أنيقة أو كشخة هم يستخدمون بخور. هذا بخور من الجزيرة في قطر، الأود الأزرق، بلو أود. شخص في أمريكا ما يحبون بخور وايد أو بخور كثيرا أو أود أو يعني أي شيء قوي جدا، بس في رأيي هذا شيء وايد حلو. اللغة العربية شوي صعب بس ليس مستحيل. أظن أنا أتعلم بسرعة بسبب أول شيء أصدقائي. عندي أصدقائي من الخليج وبسببهم دائما أنا أستخدم لغتي وأتعلم كلمات جديدة عامية، شيء مثل هذا. ثاني شيء بسبب السوشيال ميديا، والله العظيم سناب شات هذه الأحسن شيء في حياتي لأتعلم اللغة العربية. بس أحيانا أنا توترة عندما أنا أتكلم، لأن أنا أعرف أنا لا أتكلم 100%، يعني كل شيء ممتاز، كل شيء تمام. لا يعني في الحقيقة دائما أنا أقول شيء خطأ أو غلط عادي، بس أنا أريد إن شاء الله في المستقبل لغتي تتحسن وشوية. فهمت الله يا رجل يا امرأة، كل شخص فهمت الله. إن شاء الله في المستقبل سوف أفعل فيديو كثيرا وأكثر في اللغة العربية فقط عن كل موضوع، بس الحين أنا أريد أن introduce myself. عندي سناب شات وإنستغرام هوم هنا. شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوفكم قريبا إن شاء الله، و الحمد لله. I hope you guys have a good weekend. مع السلامة.